يا مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا يوم جديد من الحياه. اليوم حلقه نهايه الاسبوع بنتابع مع حضراتكم فيها اهم الاخبار واهم الملفات، وكما هي العاده بقالنا فتره بكل تاكيد ملفنا الاساسي هو ملف الحوار الوطني، وبنتابع كل الجديد والجلسات. زي ما حضراتكم عارفين هم ثلاث جلسات او يعني ثلاث اجتماعات في ثلاث ايام، الثلاث او الحد بيكون مخصص للملف السياسي، الثلاث للاقتصادي، والخميس اللي هو النهارده للمحور المجتمعي. النهارده كان في أربع اجتماعات للجنتين، هما لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ولجنة الثقافة والهوية الوطنية. الاجتماعين الخاصين بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي كانوا بيناقشوا مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها طبعا من أمور. الاجتماعين التانيين بقى للجنة الثقافة والهوية الوطنية كان بيناقشوا ملف الهوية الوطنية وكل الأمور المتعلقة بالمسألة دي. في اجتماعات الأسرة والتماسك المجتمعي في ملف الوصاية على المال كان في بعض العناوين والأمور المهمة اللي تم التركيز عليها النهاردة من خلال الاجتماعين دول. أولا قصة نقل الوصاية للأم حال وفاة الأب مباشرة، وكمان مطالبات تانية بزيادة أعداد القضاء وكلاء النيابة في النيابات الحزبية. وكمان برضو في الاجتماعين دول كان في بعض الانتقادات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية وتعدد هذه القوانين ومرور عليها طبعا عشرات السنين. كمان انتقاد تاني متعلق بعدم تقيد القضاء بالفصل في مسائل الوصايا في مدد محدده. كمان كان في كلمه مهمه لمعالي المستشار محمود فوزي رئيس الامانه الفنيه للحوار الوطني، الكلمه دي كانت خلال جلسه لجنه الاسره والتماسك المجتمعي، اتكلم فيها على ان الحوار الوطني محكوم باطر دستوريه لا يجب ان نخرج عنها، وهي ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقال كمان ان عنوان الجلسة هو مسائل الوصايا على المال مش على النفس. وفيما يتعلق بالولاية التعليمية قال معالي المستشار ان قانون الطفل ادى وبشكل مطلق الحق في الولاية التعليمية للحاضن. فيما يخص بقى اجتماعات لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على لسان دكتور أحمد زايد مقرر اللجنة قال إن الهوية اتعرضت ل يعني إشكاليات خلال الفترة اللي فاتت، إشكاليات العولمة وطغيان الإنترنت واختلافات تفسيرات الحداثة والدين. في اللجنة النهاردة كان في مطالبات بتشكيل لجنة من المفكرين والمبدعين لوضع تصور كامل للهوية الوطنية بالإضافة لوجود استراتيجية وطنية للثقافة. واحنا بنتكلم في العنوان ده احنا معانا بينضم لنا على الهواء دكتور احمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني. طبعا مساء الخير يا دكتور احمد، مشرفنا يا فندم. مساء الخير يا استاذ لبنى، شرف لي. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك. دكتور احمد، كنا سريعا كده حطيت عنوان الاجتماع النهارده او اجتماعين النهارده الخاصين باللجنه، لكن التفاصيل والصوره الاوضح بقى عند حضرتك، حطينا كده في اطار ما تم النهارده في الاجتماعات. انا طبعا بما اني كنت بحضر لجنه الثقافه والهويه طب. فما عنديش معلومات عن اللجنه المجاوره. لا انا عايزه الثقافه والهويه الوطنيه يا دكتور احمد. على ما هو ده. بالنسبة للجنة الثقافة والهوية الوطنية الحقيقة تم الاتفاق على عدة أشياء، أولها أن التنوع الخلاق اللي موجود في أصول الهوية المصرية من جهة، وموجود أيضا في الأقاليم مصر إذا جاز التعبير، بالإضافة إلى التلون اللي موجود في الحرف التراثية وموجود في الغناء وموجود في الانتماءات حتى الجغرافية، يعني ازاي ان احنا افارقة وازاي ان احنا عرب وازاي ان احنا زي ما قال طه حسين في نفس الوقت مع دول البحر الابيض المتوسط. كنا بنتكلم على كل ده، بنتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هي كيف ان الهوية ليست شيئا يرتبط بالماضي فقط، ولكن الهوية ايضا تتعلق بالحاضر وبالمستقبل، لان فيها رغبة وإرادة للتقدم. وعلشان كده ده الجزء اللي حاولنا نركز عليه النهاردة، وهو ما يمكن أن نصنعه لهوية مصر في ضوء الجمهورية الجديدة. من ضمن الحاجات اللي تم طرحها بشدة من كل الناس تقريبا إن احنا في حاجة إلى منظومة ثقافية تعمل على هذا المشروع القومي تحديدا، مش الهوية بس،
يعني تعمل على منظومة تشكيل الوعي للمواطن المصري. وكان في كلام على ان ازاي مفروض يبقى موجود وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب، ده في جزء من الأجزاء. أيضا كان في إشارة إلى عنصر مهم جدا من عناصر الهوية، وهو اللغة العربية، لأن اللغة هي وعاء الفكر، وكيف أننا نفكر بهذه اللغة. وعشان كده كان في اهتمام جدا بالحديث عن اهتمام بتدريس اللغة العربية في المدارس الأجنبية، ده من جهة، بالأضافة حتى لمناهج التدريس لمناهج اللغة العربية في المدارس العامة العادية، وبخاصة فيما يتعلق بمناهج النصوص والقراءة، وكيف أن النصوص وموضوعات القراءة اللي موجودة لو قام باختيارها مثقفين وأدباء ونقاد يمكن أن تؤدي إلى تحبيب الطالب في الثقافة وفي الأدب، يصبح الطالب تكون جاذبة مش منفرة ليه، يعني وإلى هويته، ويصبح مثقفا. بالضبط يا فندم. وعشان كده لازم يبقى في يعني إيد فنية في الاختيارات، سواء لنقاد كبار أو لأدباء كبار. طيب بالنسبة للحضور يا أيضا دكتور، كان هناك حديث عن أهمية، لا اتفضل حضرتك كمل الأول. لا لا قبل، لافت جدا طب انا اجل السؤال ده بس عشان مش عايز اقطع افكارك يا فندم. كنت عايز اقول ان من ضمن، حاضر، لا اللي هو من ضمن الحاجات كان في اهتمام بالحديث عن الحرف التراثيه، لان الحرف التراثيه بتجمع بين حاجتين، يعني بتجمع بين انها صناعه، وبتجمع بين انها هويه في الوقت نفسه. وازاي انه مهم جدا ان نضع خريطه للحرف التراثيه في مصر وفقا لجغرافيا مصر وتنوعها، وفي نفس الوقت كيف لنا ان نطور هذه الحرف وان احنا نحميها من الاندثار. وفي نفس الوقت بالمناسبه هي ممكن تبقى مصدر دخل كبير للثقافه ولغيرها ايضا. طيب قبل ما نتكلم بقى عن الحضور، الامور اللي حضرتك ذكرتها من ضمن المقترحات او الافكار اللي تنفذها على الارض بقى باليات واضحه، يمكن اهم حاجه احنا بنقول ان احنا عايزين يعني نتائج قابله للتنفيذ، او ايه هي الاليات؟ هل المساله محتاجه الوزارات المعنيه تشتغل، محتاجين تشريع، ولا محتاجين كمان واحد بيتكلم على الثقافه والهويه الوطنيه، تغيير الثقافه المجتمعيه لتحقيق الامور دي يا دكتور احمد؟ هو الحقيقه الكلام في الحوار الوطني كله في كل لجانه، واحنا بنركز من الاول مع المتحدثين ومع مقدمي الاوراق ان احنا دائما ما نريد مخرجات تشير تحديدا الى استراتيجيات او الى خطط للتنفيذ. فده طبعا كان موجود مقترحات عديده، ولكن ما يتم التوافق عليه في النهاية هو ما سيتم رفعه وما سيتم إعلانه. طيب طبيعة ما دام تطرقنا للمقترحات برضو، طبيعة المقترحات ولو في توصيات أو في نتائج اتكتبت في اجتماعات النهاردة أو كان في شبه توافق عليها؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني عايزين نعدي في هذا الـ 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 يعني الحوار الوطني مسألة التوصيات، لان احنا مثلا ممكن نقول التوصية بتحسين التعليم. طيب وبعدين يعني القائمين على التعليم يعملوا ايه؟ ايوه، فاحنا لازم نقول. وعشان كده كان في اجزاء من اللي انا قلت لحضرتك عليها فيما يتعلق باللغة، الاهتمام يعني بمراجعة مناهج اللغة في المدارس الحكومية، الاهتمام بأن تكون اللغة العربية موجودة في بصورة أكبر في المدارس الأجنبية في التعليم ما قبل الجامعي. كل دي من الحاجات اللي كانت موجودة. أيضا كان في حديث عن ثقافة الطفل، وكيف أن هناك، وخاصة بالنسبة لأفلام الأطفال، أحيانا دلوقتي بيروج فيها الى افكار لا تنتمي لقيمنا وعاداتنا، وازاي ان بديل الفن لابد ان يكون بالفن، وان احنا علينا ان نخصص برامج ما لم تكن قناة كاملة للطفل تحاول ان تصنع له اعمال فنية تتفق مع هويتنا وثقافتنا. تمام دكتور احمد، بقى الحضور النهاردة من الكتاب والمثقفين واصحاب الاقتراحات، ادينا فكرة برضه.
لا الحضور الحقيقة كان حاشد جدا، وحتى المنسق العام الدكتور ضياء رشوان كان حاضر، ومقرر المحور المجتمعي مهندس خالد عبد العزيز كان حاضر، ومجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الأمناء، مش عايز أقول أسماء وانسى أسماء، بس بالإضافة للحضور اللي كان موجود في الصالة، وكان يتنوع ما بين مثقفين ومبدعين ومخرجين وأعضاء مجلس الشعب، وكلهم تداخلوا. أنا بس عايز أقول لحضرتك بهذه المناسبة إن يعني لما المستشار محمود فوزي جاي يتكلم عن المحور المجتمعي في الافتتاح وعن نسبة المساهمات اللي موجودة في كل محور، فكان أعلى محور على الإطلاق هو محور الثقافة ب36%، وكان يليه محور التعليم، وهذا يعكس اهتمام المثقفين بأن هم يعني يقوموا بدورهم نحو ما يحتاجه وعي المواطن وتنميته في هذه اللحظة. وعشان كده كان عندنا كلام كتير قوي عن التعليم، وبالمناسبة دي خليني أقول لحضرتك أن كتاب الدكتور طه حسين مستقبل الثقافة في مصر اللي كان بيتحدث فيه عن الهوية المصرية، وهو أول من دعا إلى الاتجاه الدول البحر المتوسط وأشار إلى هذه الدائرة. بس اللي عايز أقوله إن كتاب مستقبل الثقافة كان يتحدث في التعليم، وعشان كده كان الحديث كله النهاردة بيتكلم عن الوثائق يعني أو الوشائج شديدة الصلة ما بين الثقافة والتعليم، وإن في عصر السماوات المفتوحة وعصر الموبايل والتكنولوجي احنا ما بنعرفش نسيطر على اطفالنا واولادنا بامانة شديدة جدا، انما هو عندي في المدرسة، وعشان كده عايزين نركز عليه جدا في الفترة دي وفي المرحلة دي علشان نديله كل مكونات الوعي اللي احنا عايزينها، لانه بعد ما يرجع البيت بيمسك موبايله صحيح. وانا ما اعرفش على وجه التحديد. طيب هو هنا برضو لازم يكون المواطن العادي شريك في الكلام ده، يعني لما كان مشرفني دكتور احمد زايد من ايام وكنا بنتكلم، وحتى هو اللي اشار للجزئية دي مع كامل طبعا الاحترام والتقدير للنخب والمثقفين، لكن الحوار ده والملفات دي توصل للمواطن العادي حوار مجتمعي، او لما بنتكلم طبعا على بس هذه الجلسات ويكون في تفاعل من قبل الشباب من قبل الاسر، لان هم بشكل او باخر هم فاعلين في اللي حد بيتكلم فيه، بيقع العبء عليهم وعليهم برضو لازم يكون التغيير. فازاي المحور ده ممكن يتم معالجته يا دكتور احمد؟ انا عايز اقول لحضرتك ان الحوار الوطني ليس حوار نخبه، هو حوار مجتمع. تمام. وارجع للنسبه اللي قلتها لحضرتك ان لجنه الثقافه والهويه الاقبال عليها 36%. ليه؟ لان احنا كنا فاتحين المجال لاستقبال الاراء في كل الاتجاهات وفي كل الفروع اللي هنتحدث فيها من كل عموم الشعب المصري، ولذلك عايز اقول لحضرتك ان اكتر من 50% من نسبة هذه المشاركات هي يعني مش عايز اقول مشاركات عادية لا هي مشاركات مهمة جدا من الشخصية العظيمة اللي هي المواطن العادي اللي كلنا في الاخر بنعمل من اجل. طب قول لي يا دكتور احمد، احنا ان شاء الله اجتماعات الاسبوع الجاي الخميس اللي جاي هتكون برضو في نفس العنوان الهويه الوطنيه، هنكمل فيها ولا يعني لا ايه احنا خطتنا؟ بالنسبه لا احنا خلصنا الهويه الوطنيه. تمام. اساسا عندنا محاور اخرى ثلاثه كبار بعناوين فرعيه، واحد هيتكلم عن مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في ضوء السياسات الثقافية والعدالة الاجتماعية، ومحور آخر هيتكلم عن الصناعات الثقافية كلها بقى، يعني مش عايز أنسى حاجة، هيتكلم عن السينما وعن المسرح وعن الدراما التلفزيونية وعن النشر والترجمة وثقافة الطفل والفن التشكيلي، وعنصر محور آخر الأخير هيتكلم عن حرية الإبداع وحرية التعبير. تمام يا فندم، ونتابع مع حضرتك بكل تأكيد. كل الشكر لحضرتك دكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بشكرك يا فندم. نروح بقى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، زي ما قلنا كان ليها اجتماعين النهاردة بعنوان أو كانوا بيناقشوا ملف الوصاية على المال. معانا على التليفون دكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. مساء الخير دكتورة نسرين.
أهلا، مساء النور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إيه اللي حصل في اجتماعين النهاردة يا فندم؟ والله عايزة أقول لحضرتك أن الجو كان مثمرا للغاية. حلو، عظيم، بداية مبشرة. جدا، والنقاش غاية في الموضوعية، ويعني الالتزام بكل الضوابط ومحددات الجلسة كان أكثر من رائع من جميع التيارات السياسية والفكرية. مع انه والله ده ملف شائك، واول ما بنتكلم فيه بتحصل الخناقات. حضرتك ان يعني احنا انا شخصيا كنت هام جدا يعني. الحمد لله رب. الحمد لله، بس الحقيقة على مدار يعني ما يقرب من 7 ساعات ونقاشات غاية في يعني الابداع كمان. ان انت ازاي عندك مشكلة وان انت عايزة تطلعي بحلول وان انت بتعلي مصلحة تماسك الاسرة والمصلحة الفضلة للطفل، وحتى هناك العديد من النقاشات اظهرت انه لا يوجد مشكلة في التشريع ولا يوجد مشكلة في الشريعة، لأن كان موجود رجال الدين الإسلامي. تمام. وأيضا مجموعة من الأخوة المسيحيين، فالمسألة كلها في الإجراءات. طلعت المشكلة فين؟ في الإجراءات التنفيذية. آه. اللي هي ربما يكون في بطء سرعة الإجراءات التقاضي. أيضا فكرة أن بعض مثلا زي الولاية التعليمية هي محسومة بقرار وزير التعليم، وأن الولاية التعليمية للأم للحاضر. ولكن المسألة بيبقى تعنت من قبل المدارس وبيرهقوا الأم بالعديد من الإجراءات، وبعد كده بتبقى المسائل يعني معقدة للغاية. وأيضا في حد طرح نقطة يعني مهمة جدا، إن ما إن تنتقل الوصاية للأم أو الولاية التعليمية والمدارس تبقى عارفة إنها للأم، تتخذ موقف مضاد من الأب، وبالتالي كان لابد من الاتفاق على ان الاثنين يراعوا مصلحة طفلهم. يعني هي المسألة ما هيش يعني بس اشكالية لا معلش يا دكتورة نسرين، برضو مسألة ان المدرسة هل ما هياش عارفة، هل في تعنت؟ طب لما تعرف ان هي للام خلاص وفي اثباتات وكده ومفروض مسألة معروفة، تتعنت تجاه الاب، يعني ليه؟ يعني ايه وضعها؟ هو بصي حضرتك، مهم جدا ان انت تبيني اين المشكله فين. المشكله فين؟ صح، دي مساله يعني غايه في الاهميه. المساله الاخرى ان عندك مثلا ان ضروره ان تواكب المحاكم اجراءات الرقمنه، وده هيسهل كتير جدا في الحصول على البيانات، تحسين حاله احوال المحاكم. أيضا يعني فكرة وجود قاعدة بيانات، يعني هذه مسائل مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار وكلها من قبيل الإجراءات. كذلك تبين أن وجود الجد ليس يعني ما هوش من الشريعة، ولا مانع أن تكون الأم هي الوصية. يعني المسألة مش ما فيش نص يقول أن الجد هو الوصي بعد الأب، بعد وفاة الأب، ولكن وبالتالي يعني في العديد من رجال الدين أكدوا أنه لا مانع على الإطلاق أن تتولى الأم الوصاية لأنها الأدرى بشؤون أطفالها. دكتورة نسرين معلش أنا أسفة، ممكن من الأول كده، هو القانون الحالي بيقول الوصاية على المال مش على النفس من حق مين؟ واحنا دلوقتي بنفكر او بنحاول يبقى في تشريع او تعديل او الواقع على الارض بيقول ايه؟ يعني حته حضرتك قلتي انه مش لازم الجد يكون للام، معلش فهمينا النقطه دي. هو مش لازم الجد للاب. يعني ما في يعني هو احنا بنقول هو في نص بيقول كده، بس هو مش من الشريعه. بس هو الوصايه على المال اصلا ده حق الاب وفقا للوضع الحالي. الوصايا على المال طبعا لان هو رب الاسره. تمام. انما في حاله وفاته. واخد بالك، بيقول لك تنقل الوصايا للجد. للجد. ثم للام. انما هي المساله ما هياش لا يوجد مانع. فالمقترح انها ممكن تروح للام. بالظبط كده. لا يوجد مانع شرعي. انها تروح انها تروح للام. نعم. المساله الاخرى
ان الحضور اكدوا دائما وابدا ان اعلاء المصلحه يعني للطفل تقتضي زياده عدد القضاة في محاكم الاسره، زياده الخبراء في المجلس الحزبي، يعني ان يكون في اجراء يعطي للولي حق التصرف او التقدم بسرعه في الحالات العاجله واجراء العمليات وما الى ذلك في هذا الاطار. فالحقيقه كانت كلها مقترحات اعتقد انها تحقق الصالح العام. طيب كان في من ضمن حضرتك اللي ذكرتيه وكررتيه اكتر من مره وضمن معلوماتنا كمان ان مساله التوقيت والمدد المحدده وما يكونش في اطاله لامد التقاضي، حضرتك ذكرت طبعا مساله الرقمنه علشان سرعه التنفيذ، لكن هل في كلام النهارده ان يكون في يعني حد اقصى مدد محدده للفصل في القضيه المتعلقه بالوصايه على المال او اي امور ثانيه في الاحوال الشخصيه؟ والله يا استاذه لبنى انا يعني لم اتذكر انه كان هناك اقتراح بمدد، ولكن الاقتراح كان بسرعه التقاضي وبسرعه جرد التركه وعدم يعني فرض رسوم على التركه يعني قبل ان يتم جردها. دي مسائل كلها الحقيقه ذكرت في هذا الاطار. طيب حضرتك قلتي بدايه ايجابيه ومبشره واجواء كانت رائعه النهارده، هل ده انعكس بقى على محضر الجلسه يعني اللي تم وما تم التوافق عليه او يعني كل النقاط اللي انا ذكرتها لحضرتك تم ذكرها في النهايه كنقاط توافقيه وتم الاتفاق عليها؟ يعني النهارده كله كان متوافق على النتائج او على المناقشه حضرتك ذكرتيها؟ بالظبط كده، انا بقول لحضرتك النقاط التي تمت. يبقى هي كده طب كده اتحسن بقى مساله الوصايه على المال. هننتقل لجدول الاعمال يعني الجلسه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله اللي جاي هيبقى ايه يا دكتوره نسرين؟ والله هو احنا مش الخميس اللي جاي على طول لان في لجان ثانيه في اطار المحور المجتمعي، ولكن اللي جاي ان شاء الله هيكون عن العنف الاسري والعنف الموجه ضد المرأة. طيب النهارده بقى علشان الحمد لله قلنا متوافقين، كلميني شويه برضو عن الحضور، مين اللي كان ممثل النهارده ومين اللي كان من المتحدثين، عدد المتحدثين يعني؟ يعني هو عدد المتحدثين يفوق ال 200 وشوي. يفوق كم؟ 200 فيعني الحقيقه كان حضور مكثف. كان ممثل لكل يعني الاطياف السياسيه والمهنيه، ايضا هناك كان فئه المحامين موجوده بكثره، وايضا يعني سعدنا بوجود يعني مؤلفي مسلسل تحت الوصاية وتحدثوا، والأستاذة منى زكي كانت أرسلت فيديو للجنة. فالحقيقة كانت كل الأطياف ممثلة في هذا اللقاء. عظيم، كل الشكر والتحية لحضرتك طبعا على كل التفاصيل دكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمع بالحوار الوطني. بينضم لنا كمان على الهوا بيشرفنا باشمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي. مساء الخير يا باشمهندس خالد، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك لبنان مزح. اهلا وسهلا، الحمد لله منورنا ومشرفنا وبدايه مبشره ان شاء الله. اولى جلسات المحور المجتمعي النهارده، يعني انطباع حضرتك وازاي دار اليوم؟ والله حقيقه يعني انطباع جدا. احنا بدانا النهارده حوالي الساعه 11، الجلسات الساعه 6:30، كان في جلستين متوازيتين، يعني جلسه بتاعت الثقافه والهويه الوطنيه كان موضوعها الهوية الوطنية، جلسة أخرى يعني الحضور وتنوعه من أحزاب سياسية وتيارات مختلفة، مجالس قومية، إعلاميين، سياسيين. طيب نحاول مرة تانية نتواصل مع باشمهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي. طبعا كان الصوت ما هوش واضح قوي، لكن الحقيقة المحور المجتمعي ده من المحاور المهمة جدا جدا، واللي بتناقش عدد من الملفات والقضايا اللي يعني بيبقى فيها
اختلافات ممكن تكون اختلافات حادة، وتصورات ممكن تبقى فيها يعني وجهات نظر تؤدي لبعض الأشياء إنك ما تبقاش تقدر توصل للتوافق بسهولة. لكن النهاردة وبداية مبشرة فعلا زي ما سمعنا مع دكتورة نسرين في ملف الأحوال الشخصية والزوج والزوجة والتفاصيل دي كلها، الوصاية على المال بالحضور الكبير وبالتوافق، النهاردة كمان في محور الهوية الوطنية اللجنة طبعا اللي عملت اجتماعين ليها برضو الحمد لله مسألة التوافق، وان الناس كلها داخله مش عايزه تتكلم وبس، انه يكون في تصور واضح باستراتيجيه بخطوات على الارض، يعني ما تبقاش في المسائل في العموم، لان اهم حاجه احنا بنتكلم فيها ان الحوار الوطني ده يخرج بنتائج ملموسه، يخرج باليات، يخرج بخطة عمل ازاي هنعالج تحدياتنا ومشاكلنا كلنا عارفينها كلنا اتكلمنا فيها، لكن الاهم اللي هو هنعالجها ازاي هنشتغل فيها ازاي بخطة بآلية واضحة فنتعامل مع الامور دي. فده اهم حاجة في القصة دي، ان المتحدثين ويكونوا بيمثلوا كل ألوان الطيف السياسي وكل الأحزاب والقوى السياسية مع الخبراء والمختصين في أمور مدعو فيها رجال الدين، زي طبعا ما شفنا في لجنة التماسك المجتمعي وحاجة متعلقة بالأحوال الشخصية كانوا حاضرين وموجودين، إنه الكل يكون متاح لي فرصة الحديث، وكمان الاقتراحات اللي بتطلع أو بتوصل للجان دي من قبل المواطنين علشان نكون شركاء في هذا الحوار. ده أهم الملف ده. البعض يقول لك طب هم هيكلموا، طب وبعدين؟ لا، احنا لازم نكون متابعين وشايفين بيحصل ايه، ونكون مشاركين بشكل او باخر بالمتابعه او بالاقتراح، لان في الاخر دي ملفات وتحديات الوطن بيعاني منها، واحنا عايزين يبقى في خطه عمل وخارطه طريق للجمهوريه الجديده. فازاي ان شاء الله يا رب كل الملفات دي نوصل فيها لحلول يعني قابله للتنفيذ وتعالج مشاكلنا، ان شاء الله املنا منعقده على ده باذن الله. طيب باشمهندس خالد عبد العزيز، برحب بحضرتك معانا مره تانية يا فندم. معلش انا اسفه كان الصوت ما هوش واضح. اهلا وسهلا. اتفضل. لا ولا فيش مشكله. اهلا بيك. كنا بنتكلم بقى عن الاجواء والحضور وسير الجلسات يا باشمهندس، لان ده كمان بيدينا انطباع عن ما هو قادم، لان كمان القضايا اللي تم مناقشتها النهارده قضايا خلينا اقول جدليه وفيها نقاشات وجهات نظر كتيره. الحقيقه مستوى الحضور النهارده كان متميز جدا، يعني الحقيقه انا يعني حضرت الجلسه بتاعه الثقافه والهويه الوطنيه، وكان الموضوع عن الهويه الوطنيه، وكان الجلسه ممثل فيها مجالس قوميه زي المجلس القومي للمراه، المجلس القومي لحقوق الانسان، كتاب وصحفيين، ادباء، عمداء كليات، اعلاميين، نواب من مجلسي النواب ومجلس الشيوخ، اعلاميين كتير، ناس افراد عاديين قدمت مقترحات. فالحقيقه كان موضوع الهويه الوطنيه موضوع متميز جدا، والناس كلها حريصه انها تدلي بصوتها. طيب فكره الحضور واستمرت الاجتماعات على مدار اكتر من سبع ساعات، واتكلم اكتر من حوالي 120 متحدث، كان في مقترحات كتيرة، في أحزاب مقدمة مقترحات مكتملة، في بعض الناس بتقول رأيها الشخصي، في بعض أساتذة الكليات بتتكلم عن إجراءات فعلية لابد أن تتخذ سواء في المؤسسات التعليمية أو في المؤسسات الثقافية. فالحقيقة كان حوار من وجهة نظري متميز جدا، لم تشعري في أي وقت أن ما كانش كل الناس منتبهة مع كل كلمة بتتقال، لأن فعلا الموضوع كان ثري جدا. يعني انا ده كان سؤالي، ان حضرتك بتقول لي في جلسه الهويه الوطنيه اكتر من 100، دكتور نسرين من شويه في التماسك المجتمعي بتكلمني على 200، واحنا كان التخوف عندنا دايما يقول لك العدد، هو العدد لما يكون كتير هيبقى ده هينعكس يعني في ثراء المناقشات، ولا ممكن يبقى المساله يعني اطاله في الوقت وما يبقاش العائد او الجدوى موجوده بشكل كبير، انت شايف ده ازاي يا فندم؟ لا الحقيقة أنا شايف أنه يعني العدد الكبير والمداخلات المختلفة وكل واحد ملتزم بالوقت، الحقيقة الوقت لا يزيد عن 4 دقائق لكل متحدث، والجلسات دي كلها مسجلة بالصوت والصورة،
فبالتالي اعتقد ان الاستاذ دكتور احمد زايد والاستاذ دكتور احمد مجاهد اللي هو المقرر لجنه الثقافه والهويه الوطنيه والمقرر المساعد هيكون قدامهم فرصه كبيره جدا لصياغه كل المقترحات. طبعا في بيبقى بعض الحاجات المكرره، لكن صياغه المقترحات والاراء ووجهات النظر المختلفه. وكمان من حقهم يعملوا بعض ورش العمل او بعض الاجتماع مع بعض الشخصيات اللي موجوده للمراجعه معاهم بشكل اخر، ثم رفع هذه التوصيات الى مجلس الامناء. وبرضه حضرتك لازم تتاكدي ان مجلس الامناء 21 شخصيه بيمثلوا ايديولوجيات مختلفه واحزاب ومراكز بحثيه ومجلس الشيوخ والنواب، وبالتالي هم برضه هيعيدوا مره اخرى مراجعه التوصيات اللي خارجه من لجنه الثقافه والهويه الوطنيه في موضوع الهويه الوطنيه. واذا في وجهه ان شاء الله محدده لبعض التوصيات والمقترحات المحدده الواضحه سيتم رفعها الى السيد رئيس الجمهوريه في نهايه الحوار الوطني ان شاء الله. يعني احنا كده يا باشمهندس بمعنى ده اخر ان احنا قضيه الهويه الوطنيه تم الانتهاء منها في اجتماعنا النهارده، قضيه الوصايه على المال في طبعا في لجنه التمسك تم دول خلاص مش هنعيد فيهم النقاش. لا هو ما فيش اعاده للجلسه نفسها، لكن هناك احتمال مره اخرى انه يتم برضه في اثناء اعاده صياغه المقترحات، انه ما فيش اي ما يمنع ان بعض ممثلي الاحزاب او ممثلي المجلس القومي للمراه، مجلس قومي لحقوق الانسان، بعض النواب يكونوا موجودين ايضا في اعداد الصياغه النهائيه. ويتم عرض الجلسه ديت مره اخرى على الشاشات المختلفه لنتاكد ان ما فيش اي حد ادلى بمقترح او براي لم يتم اخذه في الاعتبار. تمام. طيب بالنسبة للأسبوع الجاي إن شاء الله، يمكن إحنا من دقايق إحنا لسه سامعين بيان من مجلس الأمناء دكتور ديارة شوان بيتكلم في المحور المجتمعي، هيتم مناقشة قضية التعليم قبل الجامعي والقضية السكانية، دول برضو هيكون بالتوازي وجلستين جلسين، يعني أربع جلسات الخميس الجاي. أربع جلسات الخميس الجاي. أعتقد القضيتين دول أنا من وجهة نظري من أهم القضايا يعني اللي موجودة في المحور المجتمعي. ما فيش بيت في مصر ما عندوش آراء ومقترحات ومشكلات في قضية التعليم ما قبل الجامعي، وكل المحاور سواء السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية تتأثر جدا بقضية الزيادة السكانية اللي ممكن تكون بتبتلع اي نمو او تنميه بيحصل. فانا اعتقد ان الجلستين دول هيحظوا بمتابعه من جميع الاحزاب والتيارات والصحافه والاعلام ومجلس الشيوخ ومجلس النواب. اعتقد هيبقوا جلستين سريتين جدا ان شاء الله يوم الخميس القادم. ان شاء الله كل التوفيق، وطبعا متابعين مع حضراتكم بشكرك شكرا جزيلا، شرفنا ومنورنا باشمهندس خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بشكرك يا فندم. طيب زي ما قلت وختمت، طبعا ده الملف اللي احنا هنفضل متابعينه مع حضراتكم مع بالتوازي طبعا مع سير الجلسات لقاءات، وبنحاول ندخل طبعا في كواليس اللجان ونفهم ايه اللي دار في الاجتماعات وما تم التوافق عليه. ان شاء الله يفضل هذا العنوان التوافق، ونحن نوصل لنتائج في اقرب وقت باذن الله. نروح بقى لملف تاني مهم، المنطقة العربية والاستقرار فيها وأزمات المنطقة. طبعا في كل، حتى لسه كنت بكلم حضراتكم امبارح عن يعني سياسة مصر الخارجية والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي في كل زيارة وفي كل لقاء هنا أو استقباله لأي ضيف يعني من دول طبعا بتجمعنا بيهم شراكة أو علاقات خاصة استراتيجية، بيتكلم عن الاستقرار في المنطقة العربية والتعامل مع الأزمات السياسية، الحلول السياسية والحفاظ على وحدة ومؤسسات يعني هذه الدول. بكل تأكيد الأزمة السودانية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية في الوقت الحالي باتصالاتها طبعا الخارجية وبالتعامل إنسانيا في هذا الملف. القضية الفلسطينية طبعا بكل تأكيد كانت وما زالت يعني ده الشغل للدولة المصرية، وأدينا بنشوف يعني إشادات وشكر من المجتمع الدولي لدور مصر في إحداث التهدئة المطلوبة في قطاع غزة. عندنا ليبيا، عندنا الملف السوري، كل هذه العناوين هتكون حاضرة في قمة مهمة وقمة استثنائية من
من حيث بكل تأكيد ملفاتها. والنقطة الثانية المهمة والفارقة كمان هي عودة سوريا مرة أخرى لمقعدها في جامعة الدول العربية. حضور للرئيس بشار الأسد، يمكن عرفنا أنه هو وصل بالفعل النهاردة جدة، لأن القمة هتكون بكرة إن شاء الله. كل الملفات والقضايا اللي قلتها لحضراتكم هتكون موجودة للحوار والنقاش في الدورة الـ 32 للجامعة العربية، بمشاركة طبعا رئيس عبد الفتاح السيسي اللي وصل بالفعل النهاردة على رأس الوفد المصري المشارك في هذه القمة. خلونا نتابع مع حضراتكم تقرير عن وصول الرئيس وقمة أو جامعة الدول العربية وملفات في غاية الأهمية اللي هيتم مناقشتها. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن للمشاركة في فعاليات القمة العربية 32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ولدى وصول سيادته للمملكة العربية السعودية كان في استقبال سيادته الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة، والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وأعضاء السفارة المصرية وكبار رجال الدولة السعوديين. وتسعى القمة العربية 32 المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لدعم التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة والمتعددة على المستويين الدولي والإقليمي. وتأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقة التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة. طيب، زي ما بقول لحضراتكم قمة في منتهى الأهمية في ظرف دولي وإقليمي صعب، وتوحيد الصف العربي وقوة المنطقة العربية دي أمر هام، أو ده أمر هام جدا بتسعى ليه الدولة المصرية. عندنا بعض العناوين كده للمحاور اللي هتكون موجودة في كلمة الرئيس بكرة إن شاء الله، ده طبعا على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اللي قال إنه الرئيس طبعا هيلقي كلمة مهمة بكرة بتتناول عدة محاور أبرزها ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومقدرتها، وإن كلمة الرئيس هتشمل كمان الحديث عن موقف مصر الداعم للحلول السياسية للأزمات اللي بتعاني منها المنطقة، وإن كلمة الرئيس كمان هتتضمن في محاورها توحيد الصف العربي، وان الدورة الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية بتعقد في ظرف دولي شائك وظرف اقليمي ليس في افضل الاحوال. معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق معانا ومنورنا على التليفون. مساء الخير يا معالي السفير. اهلا وسهلا بحضرتك. قمة عربية، حضرتك ازاي بتشوف اهميتها في هذا التوقيت وفي الملفات المطروحة يا فندم؟ اتفق معك استاذه لبنى ان القمه بتاتي في ظروف دوليه ضاغطه، حرب روسيه اوكرانيه للعام الثاني على التوالي، وكذلك يعني تفجر اوضاع اقليميه في الوطن السوداني والمشهد الذي يعني عايشناه بقسوه في غزه من اعتداء غاشم لحكومه اليمين الاسرائيليه. وفي ظل هذه الاجواء هناك بعض البوادر الايجابيه التي علينا ان نتمسك بها، منها مشاركه الرئيس بشار الاسد في قمه نامل ان تكون وحدة تحديد الهدف والمصير. خدي بالك يا أستاذة لبنى أن إذا ما صدرت القرارات بإجماع عربي حقيقي هنقدم لسوريا
الإسناد الدبلوماسي الحقيقي. ربما بعثة تتوجه بعد القمة للولايات المتحدة اللي بتشتغل الآن دوائرها في الكونجرس على إصدار قرار يعاقب من يتلقى مع النظام السوري. وإحنا على أي حال إذا ما كانت الإرادة العربية واحدة يمكن أن تحمل هذه اللجنة رسالة واضحة إلى واشنطن أن في البيت العربي وفي النطاق العربي سيتم دعوة الأطراف السورية والحكومة الشرعية حتى يتم الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها الإقليمي وتحقيق استقرار المنطقة بعيدا عن الميليشيات المسلحة والتيارات الإرهابية وتجار السلاح والمخدرات. يعني بنقول انه يبقى حل عربي او موقف عربي داعم لحل الازمه السوريه سياسيا بالفعل بدون تدخلات بقى اقليميه او تدخلات عسكريه وما الى اخره، ما ادى الى استمرار الوضع في سوريا عبر 12 عام كاملين من المعاناه تحملها شعبنا البطل في سوريا، وحافظت القيادة السورية على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية قدر الإمكان. التوغلات الإقليمية إيران وتركيا والتوغلات الدولية والصلات الروسية الأمريكية والمواجهات على الأراضي السورية ما امتدت بنا لصراع استمر 12 عام، ولكن اليوم يا أستاذ لبنى لو توحدت الجهود العربية في رسالة واحدة لواشنطن إلى تفرض عقوبات على دولة أو على اثنين هي تواجه عالم عربي واحد يحمي الوطن السوري ويشكل له الرافعة الدبلوماسية سياسيا ويقدم لواشنطن رؤية عربية موحدة ويقدم لسوريا ومستقبلها الإطار العربي الذي ننشده لحل. والرسالة دي يا معالي السفير هتنسحب كمان مش بس على سوريا، هتكون ليبيا اليمن السودان، يعني هتكون رسالة قوية ان في وطن عربي في وحدة صف هنتعامل مع أزمتنا. بكل تأكيد الاستقطاب الدولي الضاغط على منطقتنا يجب أن يواجه بموقف عربي موحد. وخلينا برضو ناخد رأي حضرتك أكتر مش بس السياسي وده هام جدا، ولكن أيضا إعادة إعمار سوريا. أستاذة لبنى نحن الآن في مشهد سوريا دمرت عبر 12 عام من المواجهات القاسية تحملها الشعب السوري والوطن السوري. آن الأوان أن إرادة عربية موحدة ربما بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدول العربية الشقيقة أن ندعو لمؤتمر لإعادة إعمار سوريا. ما هو ده هيقابلنا برضه يا معالي، هنتقابل برضه بمسألة العقوبات، وهنا نرجع للموقف العربي إنك لو عايز تعمل إعادة إعمار وتدخل حتى في قضية اللاجئين أو المهجرين عشان يرجعوا، هيرجعوا إزاي والبنية التحتية في سوريا مش هتستحمل هذه الأعداد، فأنت إزاي هتدخل تشتغل بدون رفع هذه العقوبات وهذا الحظر؟ عشان كده أنا بدأت حديثي بتلك اللجنة التي تبعت أولا للعواصم كافة ولواشنطن تحديدا الإرادة العربية الموحدة في اتخاذ القرار. أما موضوع إعادة الإعمار حتى لو طال مدى ولم تتهيأ له الظروف لكن يبعث على الأمن نبعث عن الاستقرار حتى تلك الأطراف المتدخلة تعلم أن إعادة الإعمار في سوريا بعد أن دمروها ستتجاوز مليارات الدولارات، وبالتالي الكل سيكون طامحا إن لم يكن طامعا في جزء من هذه عملية إعادة الإعمار، ولكن تكون بإرادة عربية موحدة وتتولى الدول العربية من خلال أعمال اللجنة التي ستذهب لتزور عدد من العواصم لتأمين وتطمين وتقديم الرافعة الدبلوماسية لدعم سوريا سياسيا، دعم سوريا اقتصاديا بعد كل هذه المعاناة. وأنا أعتقد أن المشهد الإقليمي أيضا مهيأ لي إطار من الأمن والتعاون والسلام الإقليمي مع عودة العلاقات بين طهران والرياض ومع المؤشرات الإيجابية حتى قبل الانتخابات التركية للعلاقات الإقليمية. يمكن أن نشكل لجنة كما كانت هناك لجنة بشأن إيران، لجنة بشأن تركيا، تكون لجنة لإعادة ضبط العلاقات الإقليمية والدعوة لأمن وتعاون وتنمية وسلام إقليمي. كل الشكر والتحية لحضرتك معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكرك يا فندم. فاصل ونرجع لحضرتكم. برح
نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية ونرجع لمتابعة أخبارنا وجولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء النهاردة في عدد من المشروعات في محافظة الجيزة. بدأها دكتور مصطفى مدبولي بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف اللي موجودة داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار. خلال تفقد المنطقة الاستثمارية أكد رئيس الوزراء على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة واستغلالها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة علشان تقدر أنها تحقق عائد اقتصادي من خلال الأنشطة المتكاملة. كمان تفقد رئيس الوزراء عدد من مشروعات حياة كريمة في بعض القرى في مركز الصف زي قرية الوادي وغيرها. ورئيس الوزراء قال أن في توجيهات من الرئيس بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقت لتغيير حياة المواطنين للأفضل. رئيس الوزراء كمان أكد على أهمية التجهيزات الخاصة بذوي الهمم في كل مبنى ضمن مبادرة حياة كريمة. امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم وكان معانا فقرة عن المؤتمر الخاص بالأمن السيبراني. طبعا ده المؤتمر والمعرض الأول من نوعه اللي بتستضيفه الدولة المصرية وفي حضور طبعا كبير من كبريات الشركات العالمية اللي طبعا شغالة في هذا الملف. المؤتمر كان لمدة 3 أيام والنهاردة كان اليوم الثالث والأخير. تفاصيل المؤتمر والمعرض وما تم فيه ده اللي هنتابعه في التقرير اللي جاي. على مدار 3 أيام كان التنوع عنوانا لمؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني الذي أقيم تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وشهد اليوم الختامي عدة جلسات نقاشية حول مستقبل وبرامج الأمن السيبراني ورحلة التنفيذ وتغطية مختلف القضايا التي تشغل الفكر العالمي. المؤتمر والمعرض حقق المستهدف منه بشكل كبير جدا. المشاركة العربية والدولية كبيرة جدا. الحمد لله المعرض قدر يسلط الضوء على ملف مهم في غاية الأهمية. ابتدينا نناقش حلول على مستوى التكنولوجي والأفراد، وأتوقع أن ده يبقى موجود على رأس توصيات المؤتمر. كان هناك نقاش كبير جدا على الحروب الإلكترونية وأهمية بناء القدرات والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التركيز على إيجاد صناعات وطنية محلية تساعد في حماية مؤسسات البنى الأساسية الحيوية. ناقش المؤتمر ملف الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات على مستوى مصر والشرق الأوسط والعالم بحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلين عن أجهزة استخبارات عالمية ومتحدثين دوليين ورؤساء أكبر شركات التكنولوجيا والاتصالات. المؤتمر فيه ندوات وفيه وركشوب بتتكلم كلها عن زيادة التوعية للأمن المعلومات سواء على الطلاب أو الناس اللي شغالة في الشركات. ممكن يبقى موظف بسيط يجيله ايميل يقدر يحصل منه اختراق للشركة كلها، فاحنا لازم يكون عندنا الشعب كله عنده التوعية دي. يفضل ان احنا النهاردة بدل ما يبقى في دورة واحدة، لا ياريت يكون في نسخة واثنين وثلاثة في نفس السنة. احنا حاليا بنطلع على المدارس والجامعات بنديهم النوع ده من الكورسات، من النوع ده من النقاشات المفتوحة. يأتي انعقاد المؤتمر تماشيا مع رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تلعب دورا رائدا في دعم هذه المبادرات لتعزيز قدرات الأمن السيبراني في مصر. معنا على التليفون دكتور أحمد عبد الحافظ رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني. برحب بحضرتك معنا دكتور أحمد. مساء الخير يا فندم. أهلا مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا بيك دكتور أحمد. من خلال تقريرنا ويعني سمعنا كلمات وانطباعات إيجابية جدا عن أهمية المؤتمر، ويعني الناس بتقول احنا عايزينه يكون مستمر على طول. خلينا نتكلم على أهمية الملف ده اللي شغال عليه الدولة المصرية. مؤتمر زي ده ازاي بيقدم مصر للعالم وازاي كمان بنستفيد من الآخرين؟ طبعا المؤتمر ده يعتبر تتويج لجهود الدولة المستمر في التحول الرقمي، وده ببساطة شديدة بما ان في زيادة في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات وتعامل المواطنين والموظفين وطلبة الجامعات على التكنولوجيا الحديثة، فأصبحنا عرضة للهجمات زينا زي اي دولة. تمام. المؤتمر ده تتويج للجهود القديمة اللي موجودة الدولة بقالها يعني 2009 انشأنا المركز الوطني لاستعداد الطوارئ الحاسبات والشبكات، 2012
2016 انشئ المجلس الاعلى للامن السيبراني برئاسه معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وماشيين بنبذل مجهودات كده. لما نفكر نعمل مؤتمر يعتبر المؤتمر الاول في المجال الامن السيبراني المعاصر في مصر، حجم التواجد غير متوقع بالنسبه لنا. احنا كنا في الدوره الاولى، يعتبر لسه اول مؤتمر ينعقد، لكن ده يعكس ثقه العالم والدول العربيه والدول المحيطه بقدره مصر وكفاءه المواطن المصري في الامن السيبراني، لان في مجهودات مبذوله. العالم بقى كله مفتوح، كل عارف مين قادر يعمل ايه، واحنا بنتواصل مع الدول المحيطه بشكل مستمر. المعرض يعني او المؤتمر اتى ثماره، يمكن اللي ما حدش اشار اليه واحب اشير اليه بكل كفاءه، الهاكاثون اللي انعقد على المؤتمر. هاكاثون معناه مسابقه في مجال الامن السيبراني. انا شفت النهارده في نهايه اليوم بعد التحكيم الاولاد عاملين مشاريع هائله جدا، ودي الثروه الحقيقيه المصريه. احنا عندنا شباب قادر وواعي، وده مكسب لمصر، وبنصدر الكفاءات دي للخارج برضه. فاحنا انا بعتبر المكسب الحقيقي ان احنا كسبنا الشباب ده، ويمكن الهاكاثون ده هنعقده اكثر من مره. والمؤتمر زي ما تفضل احد الزملاء قال محتاجين نعمله اكثر من مره. انا فوجئت بصراحه بكم الحضور، اهتمام الدول كلها بالحضور، يعني كم كبير من الدول. الشركات العالميه حضرت، لما تقولي دورة أولى في مؤتمر ما الناس برضو بتتحسس الموقف، لكن لما يكون الحضور مكثف بهذا الشكل يدي انطباع ان الحمد لله ان الدولة المصرية قادرة وعندها كفاءات في مجال الأمن السيبراني، والناس جايين يتعلموا منا واحنا نتعلم منهم. ما ده يجرني بقى اللي هو نتائج المؤتمر، وازاي نبني على النجاح اللي حققه في دورته الأولى. نتائج المؤتمر بالنسبه لنا مبهرة. احنا عقدنا اتفاقيات مبدئيه مع بعض الدول الصديقه، الكيانات المثيره في مجال الامن السيبراني. تمام. اطلعنا على احدث التكنولوجيات من الشركات اللي عارضه، الشركات كلها عندها استعداد تتعاون مع الدوله المصريه في النهوض بمستوى الامن السيبراني للبنيه التحتيه الحرجه والجهات الحكوميه. استفدنا كان في جامعات مشاركه، جامعه الصينيه، جامعه حلوان، جامعه بورسعيد، جامعات مشاركه. انا شفت بنفسي شباب عاملين مشاريع مبهره جدا، شباب واعد وعندهم كلهم حماس. شفنا طلبه لسه في الجامعه مقدمين مشاريع لسه ما اتخرجوش، شفت طالب لسه عنده 14 سنه جاي يقدم فكره. فالموضوع يعني يخليك تحس بامان ان احنا عندنا شباب واعد، شباب متميز. نتائج المؤتمر تتمثل في عقدنا بعض الاتفاقيات مع بعض الدول، زي حضرتك تكنولوجيات الشركات. اهم نتيجه اللي انا دايما بقول عليها الشباب اللي احنا تحصلنا عليه، كان في جوائز اتقدمت للشباب الفائز، لكن اللي ما فاتش برضه احنا حاطينه تحت الميكروسكوب وهنفضل نتابعه كستارت اب كمبانيز، لانهم عندهم افكار واعده جدا ومبهره جدا. فهنتبنى الافكار دي وندعمها لغايه ما يطلع منتج صنع في مصر في مجال الامن السيبراني، ونبدا نصدر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم طبعا على وجودك معنا، دكتور احمد عبد الحافظ رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الاعلى للامن السيبراني. هاخد من كلام دكتور احمد لما اتكلم على الشباب وقد ايه عندنا ثروه هائله في يعني افكار مبدعه وشباب فعلا نماذج يعني منوره سواء في مصر او بره مصر. وبره مصر احنا دايما بنتكلم عنهم برضو كتير لما دول سفرائنا في الخارج، لما يتقال لك ده مصري وعمل وقدر ان هو يحقق نجاح او تفوق في ملف ما، وان الدوله المصريه بتمد ايديها دايما ويبقى احنا على تواصل نستفيد منهم ونشد على ايديهم ونقول لهم الف مبروك ويعني يكملوا مشوار التفوق. وهنا يعني يجي دور طبعا وزاره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج اللي شغاله طبعا في هذا الملف، ودايما لما يبقى فيه مصري يعني يتفوق في ملف ما او يتم تكريمه على طول بنقابله ويعني بنبارك له، واحنا كمان بدورنا كاعلام محتاجين نقدم النماذج دي لحضراتكم تكون كمان قدوه للشباب. ليه بقى كل المقدمه اللي انا بقولها دي؟ لان احنا عندنا النهارده وزيره الهجره قامت باستقبال رجل الاعمال المصري جون نور، والد الطبيب دانيال نور صاحب لقب شخصيه العام باستراليا. استاذ جون معانا على التليفون، مساء الخير، اهلا وسهلا والف مبروك لحضرتك ولابنك طبعا. ربنا يخليك، اهلا بيك. اهلا اهلا وسهلا. الناس مع صوتك والله، واحنا كمان بننبسط قوي لما بنسمع اخبار حلوه كده وجميله عن المصريين بره، ببقى عارفه ان انتوا قلبكم معانا ومشاعركم، واحنا كمان بكل تاكيد. طبعا طبعا، الحقيقه انا مبسوط جدا اني التقيت مع الوزيره سهى، جا
جندي الوزيرة العظيمة، وكان لقاء ناجح جدا، تبادلنا فيه عدة المواضيع وناقشنا فيه يعني أفكار جديدة، واديتها أخبار أستراليا وأخبار الشباب هناك. فالحقيقة أشكرها على وقتها وعلى المجهود العظيم اللي هي بتقوم به. أكيد. طب كلمنا بقى عن دانيال، يعني ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه يا رب وتفرح بيه على طول، يعني الله يخليك، شخصية العام لأستراليا 2021. يا ربنا يخليك. هو دانيال يعني باختصار طبعا هو أحسن واحد يتكلم على دانيال هو دانيال نفسه طبعا بس الأب برضه ازاي يعني، ده اللي ابن سر أبوه. الله يخليك الله يخليك. هو طبعا دانيال حاليا في أستراليا، و هو طبعا بيحب ينزل مصر، وطبعا كان نفسه ينزل مصر بس نظرا للظروف، وهو كطبيب عنده التزامات وما يقدرش ان هو يعني مش متحكم في وقته زي ما هو يحب. فالحقيقه انا في زياره حاليا في مصر، ودانيال سنه 22 خد 2022 خد اهم شخصيه في استراليا، بما ان هو بيقوم بمبادره رائعه وجديده، وهي مساعدة الهوملس. الهوملس بالعربي اللي هم اللي ما لهمش مأوى أو مشارات يعني. بالظبط. فهم عاملين زي فان كبير، اللي هو زي سيارة كبيرة مجهزة بكل الاستعدادات الطبية، فيها استعدادات للقلب، يكشف على السكر، عندهم اكس راي يطلع لك الإشاعات في الحالة، بيدوا الأدوية للمرضى المحتاجين اللي هم بيناموا في الشوارع وبيناموا تحت الكباري وكده. فطبعا دي والله الطيبة في المصريين برضو في أي حتة يعني، يعني هو بره في استراليا وبص على يعني فكرة جميل. طبعا الله يخليك. فطبعا دي كانت مبادرة جميلة. وبعدين الفان اللي هم عاملينه اللي هو السيارة يعني المجهزة، فيها سرير كشف من جوه، فيها كل الأجهزة اللي قلت حضرتك عليها، وفيها برضو الأدوية اللي الناس دول بيحتاجوها. فبالتالي هو بيدوم الأدوية في الحال، وبعض الحالات بتكون حالات خطر، يعني مثلا حد يكون عنده السكر عالي جدا جدا، فهم في الحال وهم موجودين بيحولوا المريض ده هو الى المستشفى، لان حاله ايمرجنسي ان هو يروح فيها المستشفى، او بيطلبوا بقى اسعاف ياخد المريض ده للمستشفى، بحيث ان بعض الامراض زي امراض القلب زي امراض السكر دي امراض خطيره جدا، ودي فيها مساله حياه او موت. وبعض من الاشخاص دول الهوملس اللي احنا بنقول عليهم ما شافوش دكاتره بقالهم فتره، ما دخلوش مستشفيات بقالهم فتره، طبعا دول ناس زي ما حضرتك فاهمه والساده المستمعين فاهمين، دول ناس بيناموا في الشوارع، فممكن يبقوا مكسوفين انهم يروحوا مستشفى، او مكسوفين انهم يروحوا الدكتور يكشف عليهم او كده. فطبعا الخدمه دي توسعت، ودانيال بيقضي وقت فيها كبير جدا بعد ما بيخلص عمله في المستشفى، وبدا يحط تيم من الدكاتره معاه وكلهم متبرعين، فدي خدمه مجانيه ما بيدفعش للدكاتره. الادويه بتجي لهم من شركات الادويه مجانيا، الاجهزه اللي جوه اليونت اللي هم عاملينه المتنقل دي كلها برضو متبرعين بها بعض الشركات، وبدات الخدمه دي تكبر اكتر واكتر. فدلوقتي هو بدا بخدمه واحده، دلوقتي هو عنده ثلاث سيارات، اثنين بيخدموا جوه سيدني، والسياره الثالثه هيوديها في مدينه اخرى. فنشكر ربنا يعني ان هو برضو والتيم اللي بيشتغل معاه كل اعضاء الميديكال سيرفيس اللي معاه بيقوموا بهذا العمل، وعاملين بقى يعني عاملين اماكن متنقله بحيث ان هم بيشوفوا فين الهوملس بيتجمعوا وبيروحوا لهم من مكان لمكان لمكان لمكان. ربنا يحميه ويبارك لك فيه ان شاء الله، ودايما تفرح بيه ونفتخر بيه كلنا باذن الله. كل شكر لحضرتك استاذ جون نور، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. بعد الفاصل هنستقبل مع حضراتكم الكاتب الصحفي دكتور وجدي زين الدين والحديث في ملفات وأحداث الأسبوع. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وبرحب طبعا بضيفنا ولقائنا الأسبوعي مع دكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي الكبير. مساء الخير يا دكتور وجدي، أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا ملفات وأحداث الأسبوع بنقراها مع حضرتك يعني على طول، وأهم ملف والحقيقة ملف كمان يعني حضرتك جاي منه الحوار الوطني. بكل تأكيد النهاردة المحور المجتمعي، وكنا يعني بنتحسس الأمور كده في فقرتنا الإخبارية، لكن حضرتك كنت شريك وحاضر في جلستين النهاردة في لجنة التماسك المجتمعي. ايه
ايه انطباع حضرتك وشفت الدنيا ازاي؟ شوفي هقول لحضرتك حاجه بصراحه، انا جاي متفائل جدا جدا بعد حضوري جلستين خاصين بالوصايه على المال ضمن محاور المحور المجتمعي. ايوه بصراحه حاجه مشرفه ورائعه تستحق الاشاده يعني لكل المنظمين والمشاركين في اداره الحوار. ليه يا دكتور وقت؟ حضرتك في تنظيم جيد جدا، يعني تخيلي الجلستين استغرقوا اكتر من 6 ساعات، يعني اقتربوا تقريبا 6 ساعات ونص تقريبا، لكن كان فيه رؤيه كويسه، في شغف عند الناس، في مساحه من الحريه بشكل لم اعهده من ذي قبل. كل الناس بتتكلم بحريه، في رؤيه شامله للمساله. حضرتك عارفة ان الوصايا على المال او فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية تحديدا بصفة عامة، يعني دي امر شائك جدا جدا. أيوة. انا كنت متخيل النهاردة وانا رايح هشوف خناقات. بصراحة لا، الصورة مختلفة تماما، في ادارة حاكمة بتدير الحوار، كل واحد من حقه يعبر عن رؤيته. اكتر من 200 حد اتكلم، حوالي اكتر من 200 فعلا النهارده ناس اتكلمت، وكلها رؤى جميله جدا. كلها رؤى في العموم يا دكتور وجدي ولا رؤى مدعومه؟ لا ده رؤى حضرتك مدعومه ومدروسه وبتقول افكار قابله للتنفيذ ومهمه جدا جدا جدا. تمام. الحقيقه مش كلام انشا. أيوة. مش قاعده مصطبه، لا مش قاعده مصطبه على الاطلاق، بل بالعكس في كان موجود ممثلين عن الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمجلس القومي للمرأة وكل اتجاهات وأطياف المجتمع المصري كانت موجودة، وإعلاميين وصحفيين وكتاب رأي وأفكار، كل حاجة موجودة، فكل واحد جاي عارف بيقول إيه، بيقول الكلمة بتاعته. فكل الحاجات اللي طرحت النهاردة بصراحة تنبئ وتبشر بالخير، إن الحوار الوطني لو استمر بهذا الشكل سينجح 1000000%، وسنخرج بتوصيات مهمة جدا جدا وقابلة للتنفيذ. أنا برضو من نفس المنطلق حابب أتكلم منه، لما كانت معنا دكتورة نسرين البغدادي مقرر اللجنة قالت إن إحنا خلاص خلصنا كده من القضية دي. لأنه تم التوافق على كل التوافق. في توافق بل مش توافق بس، ده في إجماع. إجماع كامل من الكل. أنا كنت زي ما بقول لحضرتك كنت متخيل هروح على إخناقات في المسألة دي تحديدا، لأن الملف ده شائك جدا جدا، وملف مهم جدا بيمس الأسرة المصرية وبيمس الأطفال، فمسألة في منتهى الأهمية. لكن وجدت بصراحة صورة ورؤية مختلفة عما كان يعني في ذهني، يعني لقيت موقف مختلف ومشهد مختلف تماما، بيدل فعلا على أن هناك حرص شديد جدا جدا من كل الموجودين على تماسك الأسرة المصرية وعلى مصلحة الطفل المصري بالدرجة الأولى. يعني ما كانش في تحزب أو السياسة كان ليها دور ولا لا؟ ده الخبراء المختصين نحوا الخلافات السياسية جانبا. إطلاقا بالعكس، رغم أن هي قضية شائكة جدا وقضية مهمة جدا بتهم المجتمع المصري. ويعني أنا كنت متخيل زي ما بقول لحضرتك هلاقي خناقات. لا، المسألة ما كانتش كده خالص، كان في رؤية يعني واحدة، الهدف كله رقم واحد الحفاظ على الأسرة المصرية، 2 الحفاظ على الأطفال خاصة بعد وفاة الأب تحديدا يعني. وبالتالي كان في شبه إجماع كامل على أن لابد يحصل فيه نوع من أنواع التغيير، والتغيير ده مهم جدا، خاصة أن عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا طبعا الجلسات بتدار في إطار يعني محددات أو ضوابط في إطار الدستورية والشريعة الإسلامية. ودي مسألة في منتهى الأهمية، لأن ملف الأسرة المصرية كله أو القانون الأحوال الشخصية كله يعني مشتقة أو مشتق من الشريعة الإسلامية. عشان كده مستشار محمود فوزي الإسلامية الفنية ركز على الجزئية بالظبط كده. الحاجة التانية كمان، كان في رجال دين إسلامي موجودين ولهم رؤية. أنا كنت متخيل، أنا وجدي كنت متخيل إن هيبقى لهم وجهات نظر مختلفة، اكتشفت على العكس تماما. يعني حضرتك احنا الحاجات المعمول بها دي، يعني قضية الوصاية على المال تحديدا، الأئمة الأربعة من كام سنة لما قالوا الكلام ده كله، كنت متخيل إن هلاقي في ناس عندها جامدة في الفكر والرأي. لا 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 لا، ما لقيتش الكلام ده خالص، حتى رجال الدين نفسهم قالوا ان المساله دي مساله اجتهادات، والحاجات دي كلها وضعت في الاطار ده في توقيتهم،
واحنا القانون اللي هو تحديدا القانون 119 لسنه 52 قانون بقاله 71 سنه تقريبا دلوقتي. ال 71 سنه كانت ساعتها الاسره الـ 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 الام المصريه كانت نسبه الاميه بتزيد عن 85% تقريبا، احنا دلوقتي الاميه بتقل عن 20% لدى النساء، وبالتالي كان لازم يبقى فيه تغيير. قانون موضوع بقاله 71 سنه في بيئه مختلفه ومعطيات مختلفة، وبالتالي احنا دلوقتي احنا في سنة 2023 لابد ان يحصل فيه تغيير وتعديل. كان هناك اجماع، وبعدين المسألة دي مسألة اجتهادات، يعني هو مشتق من وجهة نظر الأئمة الأربعة، وفي نفس الوقت الأئمة الأربعة ما بيقولوش ان يعني في تحديدا في قضية الوصاية للأم، انت حضرتك عارفة ان القانون بيقول الوصاية بعد وفاة الأب للجد، طب الجد مات يبقى العم، طيب هل الجد والعم بيبقوا أدرى من الأب والأم داخل الأسرة؟ لا طبعا، لا طبعا. إذا كانت الأم وهي زوجة مع زوجها متفقين على تسيير أمور بيتهم، كلنا كرجال اللي بيسير البيت هي الأم أصلا، هي الأم، وبالتالي ليه أنا أحجب عنها الوصاية أصلا؟ أيوه. رغم أن ده الشريعة الإسلامية ما قالتش كده، ما قالتش كده على الاطلاق خالص، اذا مفيش مانع شرعي ولا مانع دستوري، وده اللي اتقال النهارده وتم التوافق عليه، وده اللي اتقال كله النهارده اجمع عليه. وبالتالي احنا ليه ما نجتهدش ونعمل حاجات تتوافق اصلا؟ انا ما بقولش ضد الدين، لا، مع الدين ومع الشرع، وبرده مع ظروف مجتمعنا الحالي، مع ظروف مجتمعنا الحالي، واحنا في سنه 2023 مش سنه 1952. عشان كده انا شايف لو الحوار في كل جلساته استمر بهذا الشكل إن شاء الله سنخرج بمحددات مهمة جدا نطلع بها. يعني النهاردة مع لا خلينا نطلع لفاصل بقى، عشان بعد الفاصل هنكمل في الحوار الوطني ونتكلم بقى عن المواطن، المواطن ودوره في الحوار الوطني، إنه يكون شريك فاعل متابع. بعد الفاصل نتكلم في الجزئية دي مع حضراتكم. بجد تحياتي لحضراتكم مرة تانية ولضيفنا الكريم اللي مشرفنا دكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي الكبير. أهلا بك مرة تانية دكتور وجدي، ويعني اتكلمنا عن أجواء مبشرة وطيبة حضرتك تابعتها وشفتها النهاردة في جلسات الحوار الوطني، وكان النقطة اللي وقفت عندها المواطن المصري وأهمية الملف ده بالنسبة له، يمكن حتى لما يعني رصدنا كده كم الاقتراحات اللي وصلت للجام بتنم عن وعي إنه في شيء ما بيدور لصالح المواطن وصالح البلد. طبعا. أهمية المواطن المصري ك يعني رقم في هذه المعادلة دكتور وجدي. طبعا هو رقم أساسي ورقم مهم جدا ورقم فاعل جدا، لأن لما بنتكلم على ظاهرة بيعاني منها المجتمع وهي ظاهرة الوصاية على المال بعد وفاة الأب تحديدا، دي يعني حاجة مجتمعية متعلقة جدا جدا بالمواطن. وبالتالي لما يحصل اتفاق أو إجماع أو شبه إجماع على إجراء معين فيها فده يبقى حاجة يعني مبشرة بالخير. وأنا أعتقد أنا بس عايز أضيف حاجة مهمة جدا يعني بخصوص الأم تحديدا. الأم يعني هي الشريك الرئيسي مع الأب، وهي اللي عارفة أمور بيتها ماشية إزاي، وهي يعني إحنا بنأمن على الأطفال معاها على اعتبارها أم حاضنة، تمام؟ طب وأنا مش هأمن على إن هي تخاف على فلوس ولادها؟ طبعا دي مسألة مهمة جدا. الحاجة التانية المهمة جدا برضو اللي عايز أركز عليها، إن ضرورة إن شاء الله بإذن الله يعني بقى في النتائج النهائية للحوار، إن يفصلوا النيابة الحسبية عن النيابات العامة. ليه بقى؟ لأن الأطفال أحيانا بيروحوا، فده بتبقى مسألة مهمة جدا. إحنا عايزين طفلنا يبقى بعد وفاة الأب وبيعاني من اليتم ما يعانيش أيضا أمراض نفسية أخرى، وبالتالي أنا أتمنى وده كان ركزوا عليه برضو النهاردة في المناقشات، إن يبقى ده مكان مستقل بعيدا عن المحاكم تماما. الحاجة التانية يبقى فيه حرية للأم تتصرف في في في, في التركة، نبعد عن الإجراءات الروتينية والتعقيدات، لأن الوقت لو أم أرملة دلوقتي بتعاني الأمرين
في مثلا في مسألة ما يصرف لها ووقت ما يصرف تعمل لها ايه مع اولادها، فمساله التوقيت الزمني في القضايا ممكن يجي الواسط تاني يقول لك لا مش عايزين نوديه المدرسه دي، يروح مدرسه تانيه اللي هيتبهدل الولاد. هنا احنا بنعمل الهدف كله هو الطفل، يبقى لازم نعمل كل حاجه للتيسير على الاطفال. طيب دكتور وجدي، اخدك بقى الملف تاني مهم جدا على مستوى المنطقة العربية، هي القمة العربية الاستثنائية في ملفاتها وطبعا في عودة سوريا مرة اخرى للجامعة. تمام. القمة جدة اللي هتعقد بكرة ان شاء الله دي قمة فعلا زي ما حضرتك قلتي، قمة استثنائية، قمة مهمة جدا، بتأتي في ظرف مهم جدا اقليميا وعربيا ودوليا. صحيح. وانا سمعت وجهة نظر السفير محمد حجازي فيها، انا شايف هو بيقول عايزين ارادة عربية. صحيح. علشان نحل مشاكلنا. الحقيقة اللي انا شايفه في القمة بعد التمثيل الدبلوماسي ما بين السعودية وايران وعودة سوريا بعد 12 سنة الى مقعدها في الجامعة العربية، دي مسألة في منتهى الاهمية. هنا انا شايف بداية الارادة العربية بدأت تتحقق بالفعل. ليه بقى حضرتك؟ لان زي ما مصر قالت وزي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، والخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية كانت بتنادي بالحل السياسي. صحيح. في كل مشاكل الدول العربية اللي هي مجاورة لنا دي كلها، وفعلا الحقيقة كشفت ان الحل السياسي هو الحل الامثل، هو الحل المهم جدا جدا في مثل هذه الظروف. وبالتالي انا شايف ان القمة العربية في جدة بكرة هي قمة مهمة جدا جدا، هتناقش ملفات مهمة جدا جدا، واهمها هي تشكيل ارادة عربية جديدة بتعمل لمصلحة المواطن العربي بالدرجة الأولى، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي الدول العربية كلها بتعاني منها بسبب التضخم العالمي اللي بينال كل الدول العربية. وبالتالي أنا شايف أن القمة العربية بكرة هي قمة مهمة جدا 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 في ظل عودة العلاقات السعودية الإيرانية، وفي ظل عودة سوريا إلى مقعدها، فده شيء برضو بيبشر بالخير. أنا أعتقد المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة جدا، هيبقى فيها إرادة عربية قوية لحل كل المشاكل اللي زي مصر ما قالت لا غنى عن الحل السياسي، وزي ما الرئيس السيسي بيقول وحدة وتماسك كل دولة وطنية عربية. ما هو هنا ده يودينا للمنطق اللي بيتحدث بيه الرئيس وبيأكد عليه كتير، وحدة الصف العربي. نعم. موقف عربي قوي ومشترك على الأرض. نعم. الظرف الدولي، الخريطة العالمية والتحالفات بتتغير. نعم. فإنك تكون رقم مهم أو يكون ليك صوت، لما اتكلمنا حتى عن مسألة إعادة الأعمار عمار في سوريا, في سوريا. نعم. إنه في عقوبات، في موقف غربي، موقف أمريكي بيتحرك، فإنك تبقى قوي وعندك أوراق الضغط دي او قادر ان انت تحل ازماتك عربيا داخليا. لن تتحقق الامور دي كلها الا بتشكيل ارادة عربية قوية موحدة، واعتقد ده هيبقى الهدف رقم واحد الاساسي اللي هتناقشه القمة بكرة. ده ساعتها بتبقى كل الامور التانية دي كلها سهلة. لما العالم كله يجد ان في ارادة عربية قوية وموحدة، هيبقى ده عبارة عن حاجة مهمة جدا بتدفع للمسائل التانية بقى، رفع العقوبات وما شابه ذلك وكده. الأزمة السودانية. الأزمة السودانية برضو زي مصر، أنا هتكلم يعني هنقل وجهة النظر المصرية في هذا الشأن، وبرضو زي ما برضو مصر قالت فيما يتعلق بليبيا وفيما يتعلق بسوريا، هو الحل السياسي. الحل السياسي هو الأمثل لمثل هذه الأمور، وده الفكرة المصرية دي اتقالت كتير جدا جدا، ما كانش حد بيسمعها، لكن ما فيش حل غير الحل السياسي. كفاية يعني كفاية آلة الحرب العسكرية، وكفاية تدخل الدول في هذه الدول. من أبشع الأمور في مثل هذه الأمور أن نجد دول أخرى بتدخل في الشأن، في شأن أي دولة عربية، ودي الكارثة الحقيقية. لابد الفرقاء في كل دولة وتحديدا السودان لازم يقعدوا مع بعض ونتبع الحل السياسي زي مصر ما بتقول. كل الشكر وتحية لحضرتك. حاولنا سريعا نقرأ أهم الملفات، في ملفات طبعا مستمرة معانا مع تطوراتها وتداعياتها، دايما بنحاول مع حضراتكم يعني نشوفها. طبعا شكرا جزيلا لحضرتك دكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، بشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. وبشكر حضراتكم على المتابعة، ونشوفكم دايما يا رب على كل خير بداية الأسبوع لك.